ضيفي الفنان القدير اللي شارك في كثير من الأعمال، أعمال الدراما السورية. عشت الحرب في وطني أكثر من سنتين، ولكني لم أعد أحتمل منظر القتل والدم هنا وهناك. ما في أسرة إلا توزعت على كل أنحاء أوروبا، إلى درجة أنه الأب يشتاق إلى الإبن والإبن يشتاق إلى الأب والأسرة. من بداية هو قبل ما نحن كنا نسمع أسماءهم كنا نحب نشوفهم، لكن للأسف بعد ما وقفوا هالوقفة صراحة أنا أحد الناس وقت أسمع أسمهم أو أشوفهم على التلفزيون بأي شيء فورا أقلب يعني. تمام، طلع الأمر مختلف، في حالة مختلفة جدا عن المسرح. كمان مسلسل عمر من الأعمال الجميلة اللي بحبها أنا، رغم أنه هو غني جدا في الممثلين من كل أنحاء الوطن العربي، أعتقد أنه في 400 ممثل أو أكثر يعني. ما شاء الله. كنت وللأسف كانت هي من أصعب الرحلات اللي طلع فيها بشر يعني. مع الأسف. المسؤولين. وحضر كان بيهمني هذا الموضوع أنه حضر كل رؤساء الكمبات اللي كانت موجودة بهي المنطقة حضر. إلى درجة أنه بيرجعوني ما عاد فيني يعني، ما عاد في قوة لا بدنية ولا إحساس ولا خلص، انتهى كل شيء بالنسبة لي خلص هون وخلص. اشتغلت معه طبعا، تعرفنا على بعضنا، هو رجل محترم بطريقة غير عادية وفنان حقيقي جدير أنه يحمل هذا الاسم. هو نمساوي. هو نمساوي، فنان من الداخل وفنان بما عنده من المعلومات حول المسرح. قدمت عملي وسط الدنيا بكثير من الأماكن، بمهرجان المونودراما بميونخ، بسالسبورغ، بسالفيلدن، ممكن سانكت يوهان بونغا، وهلا عم حاول أقدمه بفنلندا. ولما بينجح بيقولوا السوريين نجحوا، السوريين عملوا. أتمنى أنه يجي وقت يعني ما أحس ولا بأي خوف على أي سوري موجود في أوروبا. أصدقائي استنونا في حلقة جديدة مع الفنان القدير الأستاذ سليم شريقي. استنونا مع برنامج نور شو. Oh.